أفهم منك دكتور عماد بأن هذا سيناريو وارد، هذا سيناريو وارد حسب ما أفهم منك، بأن هذا تدخل تركيا مع الأمم المتحدة لحماية هذه المنطقة البحرية. هذا الأصل أن يكون وارد ومقبول، وهذا الشيء الطبيعي، يعني أن يكون دور وجود وساطة، والدور التركي مؤهل، ولكن باعتقادي أن الأمر ليس بتلك البساطة، لأن هناك تعقيدات كبيرة ليس فقط يحكمها الخلاف والصراع الروسي الأوكراني، هناك أطراف دولية لديها أيضا مصالح كبرى ربما لا يعنيها أن يكون هذا التوافق بهذا الشكل.